المصادر من درعا أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء ملموس لتحسين الأوضاع، بل تواصل حملاتها الأمنية، حيث أعلنت مؤخرا عن حملة استهدفت بشكل خاص مدينة طفس ومحيطها، تخللها قصف مدفعي وتنفيذ حملات مداهمة واقتحامات، لا سيما في المناطق والمزارع المحيطة بالمدينة. بعد سنوات من تطبيق ما تعرف بالتسويات في جنوبية سوريا، تعيش تلك المناطق حالة من الفوضى والفلتان الأمني وانتشار السلاح، وخاصة محافظة درعا التي كانت مهد الحراك الشعبي ضد الحكومة السورية عام 2011، حيث ارتفعت مؤخرا معدلات القتل والاغتيالات فيها، كما باتت مركزا لتجارة وتهريب المخدرات عبر الحدود، التي تقول تقارير أنها أضحت مصدر تمويل هام لجهات تابعة للحكومة. وفي ظل هذا الواقع المتدهور الذي تعيشه عموم مدن وبلدات المحافظة الجنوبية، تقول مصادر من هناك إن الحكومة لم تتخذ أي إجراء ملموس لتحسين الأوضاع، بل تواصل حملاتها الأمنية، حيث أعلنت مؤخرا عن حملة استهدفت بشكل خاص مدينة طفس ومحيطها، تخللها قصف مدفعي وتنفيذ حملات مداهمة واقتحامات، لا سيما في المناطق والمزارع المحيطة بالمدينة. وبالحديث عن توقيت هذه الحملة المتزامنة مع موسم الحصاد في المحافظة، والتي تقول الحكومة أنها تأتي في إطار ملاحقة مطلوبين، فهي ليست الأولى من نوعها، بل تتكرر كل عام في مثل هذا الوقت، ما يعتبر بحسب جهات حقوقية محاربة للسكان في قوتهم ومصدر رزقهم، من حيث التبعات والآثار السلبية التي تخلفها الأوضاع على العمل الزراعي وإمكانية التسويق. إضافة لذلك، تقول تقارير أن الحكومة السورية تهدف من الحملة الأمنية بطفس أمرين اثنين لا ثالث لهما، أولهما سرقة ونهب الممتلكات الخاصة بالمناطق الواقعة جنوبية المدينة، والثاني إيصال رسائل إلى الدولة العربية، مفادها تنفيذ خطوات في إطار ملاحقة الفصائل المسلحة ومهربي المخدرات، كنوع من إظهار الالتزام بما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعي جدة وعمان بشأن سوريا. لكن تبقى جماعة حزب الله اللبنانية والفصائل التابعة لإيران والمتهمة الأولى بعملية تجارة وتهريب المخدرات في الجنوب السوري، بحسب حقوقيين المستفيدة من حالة انتشار الفوضى والفلتان الأمني هناك، إلى جانب الفصائل المسلحة ممن أجرت ما تعرف بالتسويات مع قوات الحكومة من أجل الانتشار قرب الحدود الأردنية. المستفيد الأكبر من ما يجري من فلتان أمني في محافظة درعا أعتقد حزب الله بداية، وبعض المجموعات الإسلامية السابقة التي أجرت مصالحة مع النظام، كون أن حزب الله يستفيد من الفوضى في محافظة درعا للانتشار تحت مسميات مختلفة قرب الحدود مع الجولان المحتل وقرب الحدود مع الأردن، بعد أن كان هناك وعود بإبعاد حزب الله منذ العام 2018 عن الحدود السورية الأردنية والحدود مع الجولان المحتل. وتتهم قوات الحكومة بمحاولة اختلاق الذرائع بوجود مطلوبين وإرهابيين بريف درعا للدخول إلى قرى وبلدات ومدن المحافظة، في ظل رفض شعبي لذلك، لا سيما من قبل الوجهاء والأعيان. يعني النظام السوري يريد أن يقول بأنه لا يزال قوي ويستطيع أن ضبط الأمور في محافظة درعا، بينما الواقع نحن نعلم بأن النظام غير قادر على الدخول إلى بلدة واحدة في المحافظة دون موافقة أعيان تلك البلدة أو دون موافقة المجموعات التي أجرت مصالحة مع النظام. نعم النظام موجود في المحافظة، لكن النظام لا يسيطر على كامل بلدات محافظة درعا، بل العكس من ذلك، هناك تواجد له عند مداخل البلدات، وبعض الأحيان يجبر النظام على سحب حواجزه من بعض مداخل البلدات. ورغم إعلان الحكومة السورية الموافقة على بيان اجتماع عمان الذي ينص بأحد بنوده على ضرورة وقف التهريب وتجارة المخدرات على الحدود السورية مع الأردن والعراق، لا سيما بمحافظة درعا، إلا أن دمشق تتهم بتسهيل هذه العمليات في أوقات سابقة والتعاون مع جماعة حزب الله اللبناني والفصائل التابعة لإيران في هذا الشأن من أجل الكسب المادي، ومعقبة لدرعا كونها مهد الحراك الشعبي. حيث
حول هذا الموضوع من برلين أرحب بفاضل نوفل عضو الأمانة العامة للجان الديمقراطية السورية. أهلا بك دائما معنا سيد نوفل في برنامج حديث اليوم وعلى شاشتها. البداية، هناك تساؤلات كما جاء في التقرير عن الفترة التي تقوم بها قوات الحكومة السورية بحملاتها الأمنية في الجنوب السوري، خاصة من حيث أنها تحدث بأيام موسم الحصاد. تكرار هذه الحملات الأمنية أيضا يدل على ماذا؟ مساء الخير. النور. يعني ما ورد في تقريركم عن محافظة درعا أعتقد أنه ينطبق بشكل عام على كل المحافظات السورية، لكن بالتأكيد لمحافظة درعا خصوصية كونها هي من المحافظات الأولى التي انتفضت بوجه هذا النظام عام 2011، وهي من المحافظات التي دفعت ثمن غالي جدا. يعني درعا اليوم تعتبر محافظة شبه مدمرة بالكامل، هجرة جماعية من سكانها، يعني نسبة المتواجدين اليوم في درعا قليلة جدا نسبة إلى عدد السكان. الحملات الأمنية لم تتوقف أبدا على محافظة درعا منذ بداية الأحداث إلى هذا اليوم، يعني ليس هناك وقت محدد. لا أعتقد أن المسألة مرتبطة بمواسم الحصاد أو غيرها، وإن كانت تستغل الحكومة تستغل النظام هذه الفترة تواجد الشباب، يعني اللي على الأقل عم يحاول أنه يشتغل أو ينتج ليقدر يأمن لقمة العيش له أو لأهله، وبالتالي بيقوم بشن هذه الحملات الأمنية لاعتقال هؤلاء الشباب تحت حجج كثيرة يعني جدا، منها أنه مطلوبين للجيش، مطلوبين بقضايا أمنية، مطلوبين كونهم كانوا مرتبطين بالفصائل المسلحة التي قاتلت هذا النظام. أما بشكل عام، يعني بشكل عام درعا دائما معرضة لمثل هذه الحملات مثل باقي، كما قلت، مثل باقي المحافظات السورية، وإن كانت درعا بنسب أكبر و يعني بشكل دائم هي محافظة مستهدفة كونها المحافظة هي المحافظة الأولى التي انطلقت منها شرارة الثورة السورية عام 2011. اليوم سواء كان درعا أو حتى بسويدا، يعني اليوم الجنوب السوري يتسم بحالة خاصة كما تفضلت حضرتك عن باقي اليوم المناطق في سوريا أو المدن في سوريا. مشهد الفلتان الأمني في الجنوب السوري يختلف اليوم بخصائصه يمكن عن باقي المناطق. هذا الاختلاف الذي تفضلت به حضرتك يعتمد على ماذا؟ مبني على ماذا؟ يعني الجنوب السوري له خصوصية مهمة جدا. أولا خصوصية عسكرية، بحيث أنه هو كما نعلم هو قريب على الحدود الإسرائيلية، وبالتالي هذه ورقة لإيران كي تدفع الفصائل التابعة لها والقوات يعني التابعة للحرس الثوري الإيراني إلى أن تكون موجودة على هذه الحدود، لتكون ورقة ضغط بشكل دائم بأي مفاوضات تقوم بها إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع الاتحاد الأوروبي أو حتى مع إسرائيل. هذا واحد. الجانب الثاني هو جانب تجارة المخدرات والجانب الاقتصادي الذي تعتمده هذه الفصائل التابعة لإيران وحتى الحكومة الإيرانية واليوم الحكومة السورية. يعني اليوم تجارة المخدرات مصدر تمويل كبير جدا لهذه الفصائل، وهي السابق كانت هيك، يعني حزب الله معروف أنه يعتمد بشكل كبير جدا على هذه التجارة من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا إلى سوريا إلى كل المناطق التي يستطيع أن يتواجد فيها يعني هذا الحزب وأن يقوم بمثل هذه الأعمال. بالتأكيد الفصائل الثانية التابعة لإيران أيضا تعتمد على هذا المبدأ. الجنوب السوري معروف أنه هو مدخل لهذه التجارة إلى الأردن ومن ثم إلى دول الخليج، كون سوق يعني سوق مالي كبير جدا تستطيع هذه الفصائل الاستفادة منه، وتستطيع أن يعني أن تقوم بالتخريب الذي تريده ضمن هذه المجتمعات على كافة المستويات. وبالتالي لمثل هذه الخصوصية للجنوب السوري نرى اليوم أن حالة الفلتان الأمني، النظام والفصائل التابعة للنظام والخاصة الفصائل التابعة لإيران هي ليست شريكة في هذا الفلتان الأمني، هي العامل الأساسي جدا في هذا الفلتان الأمني. يعني الاغتيالات، القتل، الاعتقالات كلها تقوم أو يعني على الأقل تحت إشراف هذه الأجهزة الأمنية وهذه الفصائل التابعة للنظام السوري أو لإيران. وبالتالي حالة الفوضى يعني من يخلقها هم الذين يدعون على أنهم دخلوا إلى هذه المنطقة لتأمين الأمن ولعودة الناس ولعودة الاستقرار هذه المنطقة. بالعكس تماما، هم العامل الأساسي في تخريب هذه المنطقة وفي
تحويل هذه المنطقة إلى بؤرة من الفوضى ومن الخراب ومن الاغتيالات، ليستطيعون تمرير سياستهم كما قلت. وعصابات السويد التي كانت موجودة والمدعومة أمنيا أكبر دليل على ذلك. تقرير الذي نشرته السويد 24 عن تجارة المخدرات وارتباط هذه العصابات مع حزب الله في لبنان ومع حتى بعض الفصائل التابعة لإيران أكبر دليل على 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 صحة ما أقول. وبالتالي هذا النظام بالتأكيد غير معني أبدا لاستقرار الأمن في هذه المنطقة، بالعكس هو العامل الأساسي للفوضى يعني لكل ما يجري في هذه المنطقة الآن، ليستفيد بأكبر قدر كما قلت أولا من تواجد هذه الفصائل في هذه المنطقة الجنوبية، الفصائل العسكرية التابعة خاصة وبالتحديد إلى إيران، ثاني وخاصة حزب الله يعني، ثانيا لتمرير عمليات تهريب المخدرات التي هي عامل دعم مالي كبير جدا سواء للحكومة السورية أو لهذه الفصائل. طب سؤالي الأخير لحضرتك يعني بموضوع اليوم تجارة المخدرات، بما أنه كانت الحكومة السورية قدمت للدول العربية وعود بيوقف أو كما يقال وعود بيوقف تهريب وانتشار المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن أو العراق، البعض أشار أنه الحملات الأمنية الأخيرة تأتي في إطار محاولة الربط بين هذه الحملات ومكافحة اليوم هذه التجارة تجارة المخدرات ضمن إطار الوعود التي تقدمها سوريا للدول العربية. هل ستنجح في إقناع الدول العربية بهذا السيناريو سيد فاضل؟ يعني لا 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 نستبعد ذلك، من الممكن أن تكون الحكومة السورية فعلا الآن جادي في إعطاء صورة على أنها هي حكومة تقوم بمكافحة تهريب المخدرات وبمطاردة المهربين وبالتالي منع دخول هذه المواد المخدرة كما قلت إلى الأردن ومن ثم إلى دول الخليج، يعني حسن نية اتجاه الدول العربية، وبالتالي يعني على الأقل لتقول لهم بأنني أنا لست مسؤولة عن ما يجري، وعندما أكون أنا موجودة فإن هذه الأمور أستطيع السيطرة عليها. نعم قد يستفيد النظام من هذه يعني من هذه الورقة، وبالتالي يعني يجد طرق أخرى ومنافذ أخرى هذه المنظمات لتهريب المخدرات، ولكن إذا كان النظام فعلا جاد بأن يقف بوجه هذه العصابات عصابات تجار المخدرات هو يستطيع فعل ذلك، لأنها كما قلت هذه العصابات تابعة للنظام، هو يعرفها تمام، يعني هو يعرف من يقوم بتجارة المخدرات، من يقوم بتصنيع المخدرات، من يستورد، من صلة الوصل ما بين حزب الله في لبنان وبين الموجودين سواء في درعا او في السويداء، هو يعرف كل ذلك، وبالتالي هو قادر على محاربتهم. يعني هم بالنهايه لعبه بايد هذا النظام، يستطيع متى يشاء ان يحركهم او عندما يريد ان يوقفهم يستطيع ذلك، وممكن ان يقدم الكثير من هؤلاء الاشخاص من هذه الرؤوس ليقول للعالم بانني انا اقف مع الدول العربية وأقف بجانب الدول العربية بمكافحة هذه الظاهرة. وضحت هذه الفكرة ووضح كل ما تفضلت به من برلين فاضل نوفل عضو الأمانة العامة للجان الديمقراطية السورية، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا مع نهاية هذا المحور وصلنا لنهاية الحلقة، أشكركم على طيب وحسن المتابعة وإلى اللقاء.